متى تسمي لغة العرب الإنسان مسافرا؟ الشرع علق قصر الصلاة بالسفر، وعلق الإفطار في الصيام بالسفر، وعلق أيضا سفر المرأة، قال لا تسافر المرأة، أيضا هو المنع هنا بالسفر. ما هو هذا السفر يا ترى؟ وهل السفر في ذلك الزمان هو السفر في زماننا هذا؟ لأن القضايا تختلف. إن جينا إلى الصلاة، الشرع عللها بالسفر في الكتاب العزيز وفي السنة. في اللغة السفر هو الانكشاف، فالشيء السافر والمنكشف، شيء سافر أي أنه منكشف. والسفر قيل سمي سفرا لأنه يكشف عن أخلاق الإنسان، ففي السفر يظهر كل شيء منه. فحينما يعلق السفر من البلد، معنى ذلك الانكشاف من البلد، أي أنه بمجرد أن ينكشف من البلد يسمى هذا الإنسان مسافرا. والأصل على هذا أن تنطبق عليه أحكام الشرع في السفر. لكن هل هنالك سفر شرعي غير السفر اللغوي، أم ليس هنالك سفر شرعي؟ هنا العلماء مختلفون. إذا جينا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، نجد أن من الثابت عنه أنه قصر صلاته في ذي الحليفة. وذي الحليفة هي من أعمال المدينة، ليست بعيدة عنها، هي عن بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد تبعد أقل من 12 كيلو مترا من بيت رسول الله، لكنه قصر فيها وكان مقيما، لأنه على الأقل في حجة الوداع صلى فيها. حينما خرج صلى فيها صلى الله عليه وسلم العصر ركعتين، والمغرب والعشاء 3 ركعات، والعشاء ركعتين، والفجر ركعتين، والظهر ركعتين، هذه 5 صلوات. وبعد الظهر أحرم بالحج وذهب صلى الله عليه وسلم. فهنا هو صلى هنا سفرا، مع أن المسافة قد لا تصل 12 كيلو مترا إن كنا نقيسها مباشرة من بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أن بيت رسول الله ليس انكشافا. لكن إلى الواقع بيت رسول الله والمسجد في وسط المدينة، وهنالك مناطق أخرى ليست منكشفة، ليست خارجة من المدينة، ومع ذلك سافر صلى الله عليه وسلم. معنى ذلك أننا إذا حسبنا من حدود المدينة في السابق على الأقل ستكون المسافة أقل من 12 كيلو مترا، لكنها أقل مسافة قصر فيها النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك ذهب عدد من أهل العلم لأنه هذه أقل مسافة قصر فيها، إذا نحن نجعلها هي الأساس، وقالوا إن 12 كيلو مترا هي أقل مسافة يقصر فيها الإنسان، ومن بعدها يبدأ حكم السفر. فهؤلاء نقلوا إلى السفر الشرعي، وهنالك سفر لغوي في أول الأمر. بعض أهل العلم قالوا نعتمد على السفر اللغوي. إذن لا توجد نصوص شرعية واضحة في القضية، والقضية واسعة في الخلاف.